السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم مجربة وناجحة لعلاج الدوالي. سنحتاج فيها إلى مكونات بسيطة جدا، يعني طريقة عملها سهلة وبسيطة جدا وضروري جدا لنجاح هذه الوصفة. المداومة عليها على الأقل لمدة شهر، ممكن أني أستمر عليها لمدة، إذا كانت يعني هذا المشكل مستعصي أكثر، ممكن أني أداوم عليه لمدة تقريبا شهرين. وصفة سهلة بسيطة جدا، مكوناتها متوفرة في كل بيت. سنحتاج فيها إلى اتباع مرحلتين أو خطوتين. في المرحلة الأولى سنحتاج إلى مكون رئيسي وهو الطماطم، ثم نقوم بالمرحلة الثانية. كلتا المرحلتين مهمتين وأساسيتين لنجاح هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير هذه الوصفة أو طريقة عملها، أتمنى منكم أحبائي دعمي بلايك وشير لكي يستفيد أكبر عدد من الناس، لأن هذا المشكل يعاني منه الكثير من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد أنهم يدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسأحاول دائما إن شاء الله إفادتكم بأنجح وأسهل الوصفات. نبدأ بسم الله في طريقة عمل هذه الوصفة. قلت سنحتاج إلى حبة طماطم واحدة بهذا الشكل. نقوم بتنظيفها وغسلها جيدا، ثم نقوم ببشرها أو طحنها يعني بالقشور وباللب، يعني نحتاج إلى كل ما هو موجود في الطماطم. ممكن أني أستعين بالخلاط الكهربائي وأطحنها تماما، يعني سنحتاج إلى العصير وإلى قشور الطماطم. الطماطم كما هو بهذا الشكل. بالنسبة أنا حضرت كمية هذا الشكل، طحنت الطماطم بهذا الشكل. نحتاج فيها إلى العصير وإلى لب الطماطم. بالنسبة لطريقة العمل، نأخذ كمية من هذه الطماطم ونقوم بتوزيعها على مناطق تواجد الدوالي، ونقوم بعمل مساج وحركات دائرية باليد. أستمر فيها لمدة يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة. أحاول أني أعمل مساج يعني لجميع المناطق التي يوجد فيها هذا المشكل، وإذا استطعت ألفها بغطاء أو بغطاء بلاستيكي أو قطعة قماش، وأتركها أطول مدة ممكنة، ممكن ساعتين إلى أطول مدة ممكنة. هذه المرحلة أقوم بها في النهار، يعني إذا كان عندي وقت في النهار أستعمل هذه، نقوم بهذه الخطوة. بالنسبة للخطوة الثانية سنحتاج فيها إلى زيت الزيتون. سنحتاج فيها إلى زيت الزيتون. أول شيء نقوم بتسخين زيت الزيتون. من الأحسن أني أقوم بتسخينه على حمام مائي، يعني يكون ساخن جدا، يعني إذا سخنته مباشرة على النار ممكن يحترق الزيت وتنقص فوائده وتقل فوائده، يعني من الأحسن أني أسخنه على حمام مائي. ثم أخذ قطعة من القطن بهذا الشكل وأغمسها في الزيت، وأقوم بعمل كمادات على المناطق المتواجد فيها هذا المشكل. ممكن أني أخذ قطعة قماش تكون لينة كبيرة وأغمسها في الزيت الساخن، وأقوم بعمل كمادات ولف المنطقة بزيت الزيتون، وأتركها لمدة دقائق، من 10 دقائق إلى ربع ساعة. يعني هذه الخطوة أعملها يعني تكون في الليل، يعني أتركها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تبرد الكمادات تماما. ممكن أني أعيد تسخين الزيت وأعيد العملية أثناء في الليل، وأتركها حتى تبرد تماما. بعد ما نقوم بعمل الكمادات نشيل هذه الكمادات، وأقوم أيضا بعمل مساج وحركات دائرية للمناطق، يعني مفيدة جدا هذه الخطوة. يعني ضروري جدا أني أكرر هذه العملية يوميا، ممكن أنه تعطينا نتائج في وقت أسرع، ليس بالضرورة مدة شهر بالكامل، يعني على حسب شدة المرض. ممكن من خلال أسبوع أو أسبوعين تظهر النتائج ونرتاح من هذا المشكل نهائيا.
وممكن أشخاص أخرى يعني راح تأخذ عندهم وقت أكثر. يعني ضروري جدا أستعمل هذه الخطوات يوميا إلى أن أشفى نهائيا. إن شاء الله أكون قد أفدتكم ولو بالقليل، إن شاء الله تفيدكم هذه الوصفة، فقط داوموا عليها للحصول على نتائج في وقت أسرع وفي وقت أقل. أتمنى منكم لايك وشير للفيديو لكي يستفيد الناس. أتمنى أيضا دعمي بالاشتراك في القناة، وأنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.